انت راح تصير هذا مكانك. نعم؟ اي تفضل. راح تصير كاشير. ليش؟ مشتغل قبل كاشير انت؟ لا انا شغلتي حرفي يعني مو نعم مشتغل هيك شيء بيع وشراء بالتجاره؟ لا ابد؟ لا لا انا شغلتي خياط قبل يعني حرفي مو ما له علاقه بال زين. هسه انت راح تصير كاشير راح تعلمك هنا ست شنو الاليه؟ مرحبا استاذ عين شلون صرت؟ شلون طريقه العمل؟ اللي بهاي طباعة هاي يا اخي شنو زين اكو شغل عليك الفين طباعة صح والخ تي ترجع هذا الفين تفضل زين ها زين هاي هسه هاي التجربة بسيطة ايه تمام واللودي هناك اعتقد ها نحول اي بس راح يجون عليك الفقار تخاف من الفلوس والحسابات والهاي اي مسؤولية والفنان يصير بعيد عن هاي بالضبط بعيد عن هاي حتى تركيزه مو قوي مدير اعمال حتى هو يتكفل بهيك الشغلات ما احب على البرستيجات الاوفر مو برستيج شغل يعني ينظم لك هذه الاشياء اللي احنا اذا نتعامل وياهم كلهم اصدقائنا ما يحتاج مدير اعمال وروح بساطه ما حدا هسه بعض الممثلين يخلون مساعد وياهم باللوكيشن ما اعرف ايش هسه اصلا وصلت مرحله ما كير الخاص بالضبط اي لا انا ما احب هاي التفاصيل يعني انت تحب البساطه يعني بالضبط هي مو هاي تربيتنا هذه ما اعرف مو مالاتنا حسب اللوكي اي والله زين يلا تعال هلو هذا منه تمام اتذكر ايش يسوون صح هاي شنو ذني وين جيلاتين هذا اثنين لو واحد يعتبر ثلاثة أدوس بس أربعة هذا ألف ونص شكرا زين ترخيص أشياءك ها قالوا طبعكو